يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، معاكم داليا حسام وحلقة جديدة من حلاوة روح. الحقيقة النهاردة احنا فكرنا نعمل حلقة مختلفة حبتين، ونستضيف بدل الضيف ضيفتين، ونتكلم على أهم موضوعين ونجاوب على أحلى سؤالين: هناكل ايه وهنلبس ايه. بس النهاردة الحقيقة الأكل احنا مش داخلين بتقلنا بقى لا محاشي ولا صواني، احنا هنعمل حاجة حلوة مع الشيف الحلوة شيف كريمة. اهلا وسهلا شيف كريمة، اهلا بحضرتك يا استاذه دلع. هتعملي لنا ايه النهاردة؟ هنعمل كيكة بالشوكولاتة. كيكة بالشوكولاتة، طبعا ليها الاطفال بتحبها اكيد وكلنا طبعا، بنحبها، وانا اكيد كمان طبعا. انا صراحة من اكتر حاجة بحبها اكلها في الحلويات كيكة الشوكولاتة. هي جميلة جدا. طب قولي لنا المقادير معاكي ايه؟ معايا كوباية لبن، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 2 أو 3 كاكاو، كوباية سكر، كوباية زيت، ونفس المعيار بيبقى بالزيت تمام، وكل حاجة، ومعانا 2 كوباية دقيق وفانيليا وبيكنج باودر وفانيليا وبيكنج وبيكنج باودر. باودر. تمام، احنا هنسيبك تعملي الخطوات براحتك وتدلعينا في الاخر بقى ونشوف كيكة حلوة كده خلاص زي. ماشي ان شاء الله. نرجع بقى النهاردة كمان السؤال التاني، هنلبس ايه. الحقيقة موضوع اختيار اللبس بالنسبة للبنات والستات يعني موضوع بياخد منهم بصراحة وقت ومجهود كتير وكمان فلوس كتير، بالذات بقى لو كمان في عندهم مناسبة فرح، وطبعا احنا كمان دلوقتي داخلين على افراح كتير عشان طبعا وقت فيروس كورونا والازمة اللي كنا فيها كان كل القاعات مقفولة، دلوقتي بدأنا بقى يبقى في افراح ومناسبات كتير، فاحنا دلوقتي اللي عندهم مناسبات في حالة حيرة، هنلبس ايه؟ طب ايه الموديل اللي يليق عليا؟ ايه اللبس اللي يبقى شكله حلو عليا؟ وايه اللون اللي يليق على لون بشرتي كمان؟ كل ده هنعرفه النهارده مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده مدام سلوى عبده مصممه الازياء. اهلا وسهلا مدام اهلا سلوى، بيك يا داليا، ازيك منورانا. حبيبتي؟ ربنا يخليكي، ايه منور الحاجات ربنا. الحلوه دي، انا مش قادره ربنا استحمل. يخليكي. ربنا يخليكي حلوين حبيبتي، قوي بصراحه جدا، والوانهم الله وموديلاتهم، يخليكي. هنتكلم طبعا على كل تسلمي. حاجه ومعانا اكيد حاجات كتير جدا النهارده كمان هنتكلم اكيد عنها. اكيد. طيب عايزه اعرف بقى بدايه، ايه البدايه يعني، هيكون انت دارسه ولا هوايه ولا حابه الموضوع؟ بصي والله انا درسيها وهوياها وانا بحب الفاشون جدا من وانا صغيره، واضح. بحب الفاشون. يعني الحمد لله ربنا اكرمني بزوج هو اللي دعمني ان انا اتواصل فيها، من حسن حظك بقى. والحمد لله الحمد لله، واستمرت فيها والحمد لله رب العالمين، قدرت اوصل للي انا فيه دوت الحمد لله. هو لا اللي ما شاء الله شجعني يعني ان انا استمر. كويس، وبجد هو يعني الحمد لله دي نعمة كبيرة ان طبعا زوج اكيد حضرتك معاكي اكيد وبيدعمك، اكيد فاحنا بنوجه له شكر من عندنا هنا في البرنامج. طبعا اكيد اكيد. طيب في حد تاني غيره شجعك يعني، حد تاني شايف من البداية موهبتك؟ انت على فكرة شاطرة قوي في الموضوع ده، انت ممكن تشتغلي في الموضوع ده. والله انا كل اللي اتعاملت معاهم او كل اللي لبسوا من تحت ايدي، الحمد لله رب العالمين عجبهم اللبس جدا، وكله بقى يقول لي انت ايدك حلوه جدا، انت التشطيب بتاعك ممتاز وعالي جدا. بس بقى يعني ربنا، يعني انا السنه دي حصل معايا دروب كده كبير قوي في اول السنه، فانا بتوجه من خلال برنامج للشكر الكبير قوي 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 للادمن بتاعتي ساره. احنا كمان بنشكرها مع اه حضرتك، طبعا شكرا يا سارة. طبعا، انا مهما شكرتها عمري ما حوفيها حقها، لان دي اكتر انسانه ما سابتنيش في محنتي، وهي اللي دعمتني، وهي قالت لي لا لازم تقفي على رجليكي ولازم ترجعي لشغلك تاني، والناس بتسال عليكي وانت شغلك كويس. ليه؟ انا بقول لك انا كنت في حاله صعبه جدا، وما كنتش محتاجة دعم نفسي اكتر محتاجه من دعم اي حاجة نفسي تانية. جدا. مش هقول لك ان هي كل يوم كانت بتتصل بيا، ممكن تتصل في اليوم 10 مرات بتقول لي انا مش هسيبك لحد ما توصلي. فانا من خلال برنامجك بتوجه لها بالشكر، انا مهما اتكلمت عنك مش حوفيكي حقك يا ساره. شكرا يا شكرا سارة، ليكي شكرا حبيبتي، جدا جدا. طيب عايزة أسأل حضرتك سؤال بقى، اتفضلي. أنا كعميلة جيت لحضرتك وجايبة مثلا صورة من على الإنترنت زي ما كلنا بنعمل، أو مصورة صورة لواحدة صاحبتي في مناسبة وقلت لك أنا عايزة الموديل ده بالظبط، تمام بس أنتي بقى كمدام سلوى يعني بعينك المتخصصة حاسة إن الموديل ده مش هيبقى أحلى حاجة عليا، مش مناسب مثلا لشكل قوامي، مش مناسب للون بشرتي، مين بقى كلامه بيمشي، أنا ولا أنتي بقى؟ لا بصي، هو بالاقناع يعني، ما بتجيش الزبونه تقول لي انا عايزه الموديل ده فانا بعمله لها، لا انا بقول لها في ديفو في جسمك الموديل ده هيظهره فبلاش. فانا وهي بنختار مع بعض موديل يناسب ليها، سواء بقى يعني ممكن تغيري خالص طبعا وجهة نظرها والصورة نهائي، اللي هي وممكن جايباها نغير دي اللون نتجنبها. كمان لو هو مش مناسب لبشرتها، او لو الالوان مثلا، لو هي يعني مثلا العميله المليانه ما ينفعش معاها الحاجه الفاتحه،
اقول لها لا ده تظهر هيظهر دي فوق بيديلها جسمك جسم اضخم شويه. بالظبط، الكارو الكبير، الخطوط بالعرض ما اه لا احنا تنفعش عايزين بقى معاها. يعني لنا هنا وقفه. الناس اللي جسمها مليان شويه يعني بتالي هم دول اكتر ناس بيبقوا محيرينك شويه في الموديلات، وهم شخصين بيبقوا محتارين ايه اللي يليق عليهم عشان ما أكيد يبينش الديفو ده، وفي نفس الوقت هم عايزين يبانوا ارفع. يعني في موديلات كده طبعا. ممكن تقلل حجم القوام بصي، شويه. هو الموديل والماتيريال واللون، نبدأ بالموديل ايه اللي يليق على هنبدأ اللي هي القوام المليان شويه. تمام. يعني اللي قوامها مليان ما ينفعش معاها الكرانيش، ما ينفعش معاها القصر، ما ينفعش الكرانيش الحاجة ليه من اول المنفوشة الوسط؟ من أول الوسط أو الأمبير أو التايبست، ما ايه ينفعش التايبس معاها. بقى معلش الترجمه؟ هنقول اللي هو بتبدأ الكرانيش من عند قبل الركبة كده، ده اسمه اه التايبست، اللي اللي هو هي زي زي كده. حاجة زي كده، شبيهة زي كده. ده ما ينفعش مع المليانة خلاص. برضو قصة الأمبير وتحتها فرونس بسيط برضو ما اللي بينفعش هو مع المليانة. يبقى من هنا اللي ضيق. تحت الصدر ده ما بينفعش مع المليانة. اه تمام. ينفع بقى إيه مع المليانة؟ ايوه الألوان الغامقة، الحاجة الصك يعني، لحد ما ألم الجسم ما افتحش. تمام. اه بس الحاجة الصك دي مش هتبين اكتر لو هي مثلا ليها بطن، لو ليها ارداف لا هتبان اكتر. بصي، اللي ليها بطن انا برجح ان هي تلبس، يعني تلبس عادي خالص اللي هي عايزاه، بس فوق منه جاكيت او بليورو، يعني حاجة من بره من فوق تلم الدنيا معاها ما تظهرش جسمها، دي احسن حاجة للمليانة. زائد بقى ايه الخامه كمان، ما لهاش خامه ناشفه، لا الخامه المهدله زي شيفون مثلا. زي الشيفونات. الحرير الطبيعي نزل دلوقتي موضه تاني، السنه دي نزل موضه تاني الحرير، من السبعينات ونزل موضه تاني. الشيفون، الاقطان، بس يبقى تحت منها في بطانه بحيث انها تبعد عن الجسم، بحيث انها ما تلزقش القطن في الاقطان الجسم. ممكن، احنا لو انا بعمل بنتكلم في الاقطان كاجوال، للمليانه بتبقى زي مفيش حاجه. كاجوال مش السواري يعني. ده احنا كده للكاجوال. ده للكاجوال. السواري بقى برضك الى حد ما برضك لو هي مليانه قوي بفضل ان انا اعمل لها الحاجه السواري تحت وفوق منها الجاكيت. جاكيت او ساعات بشوف برضو، شفت هنشوف مع بعض برضو صور من تنفيذات من موديلات حضرتك من تنفيذها، ليها زي دي اللي ورا حاجة كده راكبة من. حاجه زي الاكستنشن كده. ايوه بالظبط انا بالظبط قصدي على ده. بالظبط. ما انا برضو حتى لو تيجي عميله مليانه وعايزه حاجه سواري وتكون حلوه وما تبينش تخنها، بفضل لها اي موديل اللي هي عايزاه بس ورا فيه اكستنشن يظهر الموديل، وفي نفس ومش الوقت هيبين لو بقى فيه اي ديفو. ديفو ورا لا هو ما بيظهروش خالص الاكستنشن خالص. تمام. طب عايزين نتكلم بقى لو واحده نحيفه قوي وعايزه تبان مليانه شويه المنفوش كده بقى، ويعني ماليه دول اللي وكذا. بيريحوني في اللبس بصراحه. المنفوش ليها سواء بقى اي قصه للرفيعه، اي يعني اي ماتيريال، اي لون، هي بتريحني في الحاجات دي بصراحه. بنقلها كده وانا مرتاحه ومطمئنه، حتى لو هي جايبه الموديل وحاسه ان الموديل ده فعلا هيظهر جسمها. يعني ممكن تيجي واحده رفيعه وعايزه فستان سك، اقول لها هيبين لا ده المشكلة. هيرفعك اكتر، انا عايزه حاجه تنفشك، يعني حاجه فبوريها كذا حاجه من اللي انا عاملاه او من على النت او من صفحتي، واللي بيناسب ليها انا بختاره لها، بقول لها ده هيبقى على ضمانتي حلو عليكي، وبالفعل بيطلع فعلا كويس عليها. تمام حلو قوي. طيب احنا هنسيبكم في فاصل صغير جدا وما تروحوش في اي حته، مستنيينكم. هنكمل كيكه الشوكولاته وهنكمل كلام كتير قوي مع استاذه سلوى. فاصل ونرجع. رجعنا لكم تاني، متاخرناش عليكم. هنشوف بقى الشيف كريمه ايه الجميله، يا رب عملنا ايه نشوفك. يا شيف كريمه؟ نشرح كده حطينا كل للمشاهدين. السوائل على بعضها وقلبناها كل بالمضرب، السوائل اللي هي ايه؟ الكاكاو والسكر واللبن والزيت، وضربنا كاكاو جامد. وسكر واللبن والزيت. وضربناهم جامد انا كويس جدا شايفاكي ضربتي بمضرب يدوي عادي، او ممكن بالخلاط يعني عادي. تتعمل بالايد كده. ونسيب شوية صوص كده حوالي كوباية على جنب، وبعدين نحط الدقيق تدريجيا كده واحدة واحدة، ونقلب برضو كويس جدا، وبعدين نحطها ندهن الصينية. كله في نفس البولة هوب هوب، دي سريعة جدا ما شاء جدا. الله. ونحطها بقى ندهن الصينية بسمنة او زيت، وبعدين نفضي بقى الخليط في الصينية، وبعدين ندخلها على الفرن. وبعدين الفرن على درجة حرارة 180. الفرن على المقادير كمان معانا على الهوا لو حد حابب ان هو بقى يصور كده، لان هي بصراحة طريقتها سهلة وما خدتش وقت خالص. خالص. بتقعد في الفرن قد ايه؟ من حوالي تلت ساعة نص ساعة لخمس دقايق كده، 25 دقيقة، على درجة حرارة كام؟ 180. 180. تمام، نحطها في الفرن بقى ونشوف هتبقى ازاي لما تطلع من الفرن.
معانا واحدة جاهزة مش كده؟ في معانا مداخلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ ايه النور ده؟ مين معانا بقى؟ أنا مامة شيف كريمة اللي مع حضرتك. أهلا وسهلا، منورة التليفون. أهلا بيكي يا حبيبتي، ده أنت اللي منورة والله. الشيف كريمة الجميلة بتعمل حاجات حلوة زيها. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يعزك. ده هي كريمة دي حبيبة قلبي، ربنا يوفقها. وحبيبتنا كلنا والله. ربنا يبارك لك. بتعمل لكم الحاجات الحلوة دي في البيت يا ماما؟ اه بتعملها لنا والله، بتعمل لنا اكل جميل. مدلعاكم. اه هتبقى معانا كتير ان شاء الله، تعمل لنا حاجات حلوه برده كده. ربنا يخليكي. قولي لها خدي، كلمي بابا عايز يكلمها. هي سامعاكي. الو السلام عليكم. اتفضلي كريمه. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. علي صوتك شويه. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا بابا. تشجيع اهو، يعني مفيش بعد كده. وربنا زي القمر يا بنت يا ميور. ربنا يخليك يا ماما. شكرا يا ماما، شكرا يا بابا، ميرسي على تشجيعكم لكريمه. ان شاء الله ربنا يوفقها وتبقى في احسن حال باذن الله. طيب نرجع بقى تاني للحاجات الحلوه دي، وفي حاجه كمان زادت معانا، يا ريت الكاميرا تجيبها. دريس او فستان حلو جدا جدا، لون اعتقد انها طالع موضه السنه دي. طيب نتكلم بقى في الالوان، قول لنا بقى الموضه السنه دي ايه؟ ننزل بقى بتقول لنا على لون ايه؟ هو طبعا الاسود ملك الالوان، مفيش كلام، ما بيتغيرش. معانا الازرق والمسترده، معانا الازرق اللي هو الزهري. الازرق الصريح الزهري. بس هنتكلم برضه، تقولي لي ليه على انهي بشره اكتر؟ انا اعتقد ان هو على البشره الفاتحه. البشره الفاتحه ايوه. هو زي والموف. والموف والمسترده برضه نازل السنه دي. المسترد انا بحبه قوي. ملاحظه. بس زائد بقى المشجرات، الحاجات اللي فيها ورد كبير. المشجرات الصغيره برضو بتاع زمان في الحرير الطبيعي زي ما قلت لك نزلت تاني. بس دي سواريه برضو؟ لا عادي، فساتين. احنا بنتكلم دلوقتي في الكاجوال عادي. لا بالنسبه للسواريه على حسب بقى، كل واحده بتبقى هويه اللون، وبرضو بختار اللي يناسب بشرتها. أو أنا يعني ما تجيش واحدة سمرة تقول لي أنا عايزة الأزرق أو الموف. يليق عليها إيه؟ البشرة الفاتحة أي حاجة غامقة بتنطقها. يعني النبيتي الأزرق، الموف الغامق، تمام؟ ده كل ده بينطق البشرة الفاتحة. والأسود طبعا. أو الأسود ده ما فيش كلام عليه، ما فيش اختلاف عليه. الفاتحة بمعنى اللي هي البيضة، وبرده القمحية اللي هي لونها كده. بالظبط، القمحية بقى يعني بفضل لها الحاجة اللي زي البينك. برضه بيبقى حلو جدا معاها. غير كده بقى برضه بتمشي مع حاجات الازرق البيضاء عادي، مفيش مشكله. بشرتها يعني غامقه شويه، خملي ولغايه السمار بقى. لغايه السمار، السمار ده بقى ليه ايه يعني، ليه يعني معامله خاصه كده. يعني بحاول دايما انقي للسمره الحاجات الفاتحه عشان تفتحها. زي البينك الفاتح والابيض والاوف وايت، كل ده بيمشي معاها. الفيروزي برضه، تركواز برضه بيمشي معاها حلو. معانا صور بقى، عايزين نتفرج كمان على الحاجات الحلوه اللي استاذه سلوى عبده عاملاها. لغايه ما الصور تظهر، قولي لنا بقى بالنسبه للمحجبات، لو هي جايبه موديل زي ده وعايزه تلبسه عادي بتقفليه لها؟ بقفله لها سواء بوليرو من فوق او بادي من تحت. ده دي انسب حاجه، مفيش حاجه تانية للسواري غير كده. تمام. طيب في معانا دي اول صوره، ده دريس او فستان نص ونص ولا هو قطعتين؟ لا لا، ده جيب وبلوزه من فوق. سهام. في صور تاني اللي فوق ده كبير. الله، ده الاوراجانزا حلو قوي قوي. ده برضو طالع موضه ثانيه دي. ده حبيبه قلبي دي بلوزه. دي بلوزه قماشتين على بعض. قماشتين على بعض من تحت التوب. ده تصميم البلوزه اللي هي كانت مختاراه وانا عملته. حلو قوي. دي بقى ده بعد التنفيذ برضو. دي بعد التنفيذ برضو. انا مش شايفه من بعيد. ده دريس اسود كده، فستان اسود. والموف ده اللي هيكتري، ده الموف بقى اللي انا بتكلم عنه. والبينك والاحمر. الله، بحبه جدا برضو. لسه مخلصاه الاسبوع ده الاحمر ده. لا تسلم ايديكي. تسلم. واطفال كمان. والاطفال طبعا لازم يكون لهم نصيب معايا انا بالتحديد، لان بعشق الاطفال.
في ناس بتبقى طالبه كابل يعني الام والبنت بتنفذ لها. انا عامله كابل هنا برضو في عيد ميلاد هيظهر دلوقتي. بصراحة يعني الموديلات كلها أحلى من بعضها. ربنا يخليك حقيقي بجد حضرتك منورانا النهاردة، والموديلات اللي حوالينا والموديلات اللي في الشاشة. بصي دلعتينا. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي. شكرا جدا جدا يا أستاذة سلوى على وجودك معانا النهاردة. أنا شاكرة ليكي بجد. أنا اللي شاكرة ليكي على المقدمة الجميلة اللي أنت بدأت لنا الحلقة بيها. دي أقل حاجة ليكي بجد. الله يخليك. نشوف بقى الشيف كريمة إيه الجميلة. الكيكة خلصت، إيه السرعة دي؟ عملنا إيه بقى؟ طلعناها من الفرن، طلعناها مجهزين الصوص حطينا عليها وفردنا، واي حاجه بقى ذوق عندنا نعمله. وهي سخنه على طول بنحط وهي سخنه لازم يتحط الصوص. بصراحه شكلها يجنن. الله يخليكي. وشكرا ليكي بجد على تعبك معانا وان انت نورتينا النهارده. ربنا يخليكي. الكيكه شكلها حلو. ده انا اللي سعيده بوجود حضرتك. ربنا يخليكي. ان شاء الله تبقى حلقات ثانيه كتير نعمل مع المشاهدين حاجات حلوه قوي هتعجبهم. مع الشيف كريمة. وبشكركم جدا جدا على حلقة النهاردة، نورتونا، ويا رب تكونوا اتبسطتوا بالموديلات الحلوة والكيكة الجميلة. أشوفكم على خير. باي باي.